هدفنا ان شاء الله في الكورس ده ان احنا نجمع اكبر كمية من المعلومات باسهل طريقة للفهم وتبسيط المعلومات. النهاردة ان شاء الله هنكريت لاول فيرشوال ماشين عندنا ونشتغل عليها زيها زي اي جهاز في البيت او في المكتب. الديسك ده باي ديفولت بتدخل تنقابل فيرشوال ماشين بتاعتك، وده عبارة عن تمبرري او حاجة مؤقتة. السايز دي لازم تفهمها كويس جدا قبل ما تعمل كرييت للفيرشوال ماشين، علشان وانت بتكرييت للفيرشوال ماشين ديت مايكروسوفت ايجور هيسالك ويقول لك الفيرشوال ماشين ديت هتخليها لك في انهي سايز. دلوقتي ان شاء الله هندخل على البورتال بتاعتنا وهنكرييت لاول فيرشوال ماشين مايكروسوفت ايجور ما بتقبلش اي مسافات بين الكلام. طب الزون كلها لو وقعت ايه الحل؟ قال الحل ببساطه شديده جدا، قبل ما هعمل الكرييت للزون لازم افهم حاجتين مهمين جدا جدا جدا. خلي بالك انه في هنا تول فيرشوال ماشين،